مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا، رحبوا معي بالأستاذ محمد صاحب شركة سان سينيرجي للطاقة المتجددة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وتشرفنا بجيتكم. الله يزيدك شرف، تسلم. طبعا إحنا كثير فخورين إن موجودين بالشركة عندكم اليوم، حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك العلمية والعملية. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. طبعا بدينا الحياة العملية، أنا مواليد الأردن، حياك الله. الله يحييك. كنت دخلت في الدراسة بعدها لقبرص في المرحلة الأولى، وبعدين لأمريكا في نيويورك. جميل. تخرجت من جامعة ستيت يونيفرسيتي في نيويورك بمدينة اسمها يوتيكا، كان تخصص هندسة كهرباء واتصالات طبعا. وبعدها دخلنا في مجال العمل في أمريكا، محتوى العمل مع شركات اتصالات يعني زي AT&T والشركات المعروفة في أمريكا بهذاك الوقت. كان أكثر مختص بمجال تصميم الشبكات وإدارتها، شبكات الاتصالات الخلوية تحديدا. بعدها طبعا صار في تنقل في الأكثر من منطقة ودولة، من ضمنها ألمانيا والكويت وعمان، وأخيرا في السنوات 12 الماضية في الإمارات. ما شاء الله عنك. هذه تقريبا نبذة سريعة، والحمد لله رب العالمين. بدأنا العمل بالإمارات بمجال الطاقة المتجددة من تقريبا 10 سنوات، وتخصصنا أكثر في مجال تطوير العمل بهالمجال، بتطوير المشاريع سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. ما شاء الله. وكانت أكيد دولة الإمارات من أكثر الدول ريادة بمجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. زي ما بتعرف في طاقة، في يعني ديوة ومصدر وشركات الرائدة اللي حاليا بتطور مشاريع العملاقة بداخل الإمارات وخارجها. نعم. والحمد لله شكلنا يعني علاقات استراتيجية مع كل هاي المؤسسات اللي بتعني شركات الطاقة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، خاصة قطاع الطاقة الشمسية. برافو عليك، ما شاء الله، صراحة سي في مشرف وبرفع الراس أستاذ محمد. خلينا الآن نتعرف على سان سينيرجي، على الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي، وخلينا نوضح أيضا للمشاهدين شو المقصود بالطاقة المتجددة، لأنه في بعض المشاهدين بسمع طاقة متجددة ولكن ما بيعرف شو هي. تفضل اشرح لنا أكثر عن واقع الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة بشكل عام. هي استخدام البيئة كبيئة صديقة لتوليد الحاجات اليومية للإنسان، بما فيها حاجات التبريد داخل البيوت، حاجات الإضاءة، حاجات غسل الملابس، كل ما يعني بإدارة شؤون البيت من استخدام الماء والكهرباء. هذه توليد الطاقة باستخدام البيئة بطريقة ما يكون فيها إنتاج للكربون أو لل، تكون صديقة للبيئة بالضبط، للمواد اللي ممكن تعكر الأجواء. طبعا هي بما أنها طاقة متجددة فما بتفنى، يعني الشمس بتطلع كل يوم شو ما صار، وتظل الشمس تنتج هذه الكميات من الطاقة اللازمة على الأقل لشؤون البيت، شؤون المكتب، شؤون المؤسسات العامة والخاصة. هلا بيتم طبعا توليد الطاقة إما على مستوى الحد الأصغر اللي هو مثلا حجم استخدام البيت، أو الحجم المتوسط مثلا استخدام المصانع والأماكن والمستشفيات، أو الحجم الأكبر اللي هي شركات الكهرباء اللي بتوزع الطاقة هذه لكل البيئة والمجتمع. فطبعا بداية عملنا كانت هي بتطوير هذه المشاريع، تطوير مشاريع يعني نشوف الحاجة عند المكان، البيت أو المستشفى أو المدرسة أو الجامعة، ونشوف كيف آلية تطبيق هذا المشروع في هذا المكان. يعني مثلا دبي كانت من السباقة بهذه الأمور صراحة، إنها أتاحت المجال للشبك على شبكة الربط الموجودة داخل دبي والإمارات بشكل عام. صحيح. يعني قطاع مثلا أنت بتحط المرايا الشمسية على سطح البيت على سبيل المثال، وتولد هذه الطاقة من المرايا الشمسية،
كمية الطاقة المولدة ممكن توازي استهلاكك في البيت. يعني تخلي مثلا فاتورة بيتك بدل ما تكون 1000 درهم 2000 درهم 5000 درهم ممكن تنزلها للحد الأدنى 5% من هاي القيمة. يعني طبعا توصل مثلا من 1000 درهم تصير مثلا 50 درهم. يعني أنت بتحكي فعليا 5% 50 درهم. صحيح صحيح صحيح. فهذه الفكرة كانت فعلا دبي من الـ من الـ من البيئة اللي حاضنة لمثل هاي الأعمال الريادية. وديو طبعا بمساهمة ديو أكيد لربط كل المنازل والمؤسسات طبعا اللي برغب أكيد بهذا الموضوع لربطه مع شبكة الكهرباء، وتستخدم شبكة الكهرباء كحاضن أو كتخزين للطاقة المولدة من الطاقة الشمسية. صحيح. لأن كونك الطاقة الشمسية تتولد فقط بساعات النهار فبدك مخزن إما بطاريات ويصير كل فتة عالية، فالناس بلجأوا دائما إنه يكون في شبك مع شبكة الكهرباء والتوزيع لتستخدم كبديل عن البطاريات. هذا اللي رائده في دبي. طبعا هذا المبدأ نفسه طبقناه بعدة دول من ضمنها الأردن، من ضمنها بأمريكا. طبعا إحنا عندنا مكتب أكيد يمكن حكيت لك عنه شوية من قبل اللقاء في فلوريدا. في عنا CEO يعني شغال برضو ماسك المكتب في أمريكا من تقريبا 6 سنوات. ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، الأعمال منتشرة بكل العالم. برافو عليكم برافو عليكم. كانت طبعاً. الإمارات طبعا نقطة البداية، ونتشرف أكيد أن نكون بلد الأمن. صحيح. بلد يعني اللي رعى هذه الأعمال والريادية والتكنولوجيا المطورة بهالقطاع. طبعا أكيد هذا بيكون واحد من باب الشكر لله عز وجل دائما، وللبلد اللي وفرت البيئة المناسبة للاستثمار وللعمل، ووفرت الأمان للناس على مدار سنين. يعني أنا بذكر من 12 سنة الحمد لله رب العالمين ما عمري واجهتني أنا وعيلتي طبعا هذا نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه هون بمردف. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طبعا احنا من قناة ABC العربية بنتوجه برسالة شكر لك ولعائلتك الكريمة، وأيضا نتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر، لأنك أنت إنسان بتستاهل وبتستحق تكون ناجح بحياتك أستاذ محمد. الآن خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال كثير مهم عن التميز اللي اكتسبناه بدولة الإمارات. أكيد بنعرف سهل إنه إحنا ننشئ شركة، والصعوبة إنه نستمر. صحيح. بناء على الخبرة، بناء على الكواليتي أوف ذا سيرفيس، بناء على البرايسز، في أكثر من بند لهذا الموضوع. صحيح. فخبرنا شو هي أسباب النجاح اللي خلتكم تستمروا بهذا العمل. طبعا إحنا بنتمنى لكم الاستمرارية أكثر وأكثر. طبعا تفضل. دولة الإمارات من الناحية العملية أو من ناحية الاستثمار إيجاد بيئة الاستثمار الملائمة. أنا طبعاً يمكن حكيت في البداية عشت في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين وبعدة دول في العالم، ما خليت تقريباً إلا دولة إلا أقمت فيها فترة من الفترات. بس يعني للمصداقية دولة الإمارات من أكثر الدول ترحيباً بموضوع التأمين البنية اللازمة للمستثمرين والأمان المالي والأمان من ناحية الأمن يعني الذاتي والأمن خلينا نقول المالي والأمن الاقتصادي بالضبط بشكل عام. فهذه بتيح للأعمال الريادية تنشأ وتكبر وتترعرع في بيئة مناسبة. يعني دائما الاقتصاد إذا ما كان في أمن وأمان موازي له على نفس الخط ما راح تكون البيئة متخلخلة، خاصة إذا ما في أمن اجتماعي. بالضبط. هذه بيئة جدا حاضنة للأمن الاجتماعي وبيئة جدا مشجعة بالضبط. تخلق عنا حافز إنه إحنا خلاص بدنا ننتج. صحيح صحيح. فواقعا من فترة تجربتي بهذا البلد طبعا الشكر دائما حكينا لله عز وجل وللإمارات أكيد شعب وحكومة وشيوخ وقيادة للبلد إنها رعت هذه البيئة المحفزة للاستثمار والمحفزة للنمو الاقتصادي المتسارع. يعني راح تلاقي تجربة الإمارات بشكل عام تجربة رائدة جدا، يعني نموذج يحتذى فيه أو يحتذى به بكل دول العالم صراحة. صحيح. يعني على الواقع الاقتصاد العالمي بتشوف التأرجح والتخلخل بكثير من الدول، بس صبر على مدار السنين اللي أنا على الأقل تجربتي يعني الخاصة هذا التوازن بين الاقتصاد وبين الأمان كان ملفت يعني
ونموذج يحتذى به عالميا صراحة. صحيح. طبعا الشكر موصول لدولة الإمارات من هذا المنبر. الآن أستاذ محمد خلينا ننتقل للرؤية المستقبلية لإلك. يعني بلشنا خلينا نحكي بدولة الإمارات، هلأ انتقلنا لأمريكا، انتقلنا طبقنا بعض المشاريع في بعض الدول. الآن بعد سنتين وين حنكون؟ شو هي الاستراتيجية اللي انتو بتكون تاخدوها؟ تفضل. واقعا زي ما الانسان بحب انه يكتسب هذه الخبرة، حلو انه ينقلها للأجيال القادمة وللناس اللي بتحب تدخل بنفس هذه التجربة. فبدينا يعني صراحة عملتيا بتأسيس مركز أبحاث، أو العمل على تأسيس مركز أبحاث وجامعة تعنى بالطاقة المتجددة. نعم. في دولة الإمارات إن شاء الله، وهذه من المشاريع العملاقة اللي راح تكون تسمع أخبارها إن شاء الله قريبا جدا. بالتوفيق إن شاء الله. وهذه من الخطط طبعا المستقبلية اللي عم نبني عليها لإنشاء مركز أبحاث متطور جدا بالاختراعات والطاقة المتجددة وكل أنواعها بما فيها طاقة المياه. يعني أنت تتفاجأ بكرة تسمع تصير سيارة تمشي على المي بدون ما تخسر أي جزء من المي. اللي جزء منها اللي هي الهيدروجين باور، بس هذه بطريقة كمان جدا صديقة للبيئة بدون خسارة أي كمية من المي إلا بكمية بسيطة جدا. طبعا توليد الهيدروجين من الطاقة الشمسية، هذه برضو من المشاريع العملاقة إن شاء الله نعمل عليها، وتوليد الطاقة وتخزينها من خلال مناطق زي خورفكان والفجيرة، استخدام البيئة الجبلية اللي موازية للبحر لتحلية المياه، وطبعا زيادة المناطق الخضراء في الإمارات بشكل عام. نطلع إن شاء الله رب العالمين طبعا هذا بإذن الله أنه تكون عندنا الإمارات والربع الخالي كله منطقة خضراء. بالزبط. يعني زي ما وعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إنه إن شاء الله زمن رح يعود له تشوف هذه البيئة كلها بيئة خضراء معمرة بنعم الله عز وجل بها الأرض، من ضمنها الخضار ومن ضمنها الشجر والأمور اللي تشوفها بأوروبا هلا راح تشوفها إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله. أشكرك. بالسنوات القادمة. أشكرك. في الإمارات وفي الخليج بشكل عام إن شاء الله. والعربي إن شاء الله. أشكرك لكلامك الرائع أستاذ محمد. أنا بتمنى من جميع المشاهدين يكونوا استفادوا من هاي الحلقة ويكونوا استفادوا من المعلومات اللي انطرحت في هاي الحلقة. الآن كوننا إحنا عايشين بدولة الإمارات من زمن طويل، أكيد بنعرف إنه دولة الإمارات رقم واحد بالعالم بتنعم بالأمن والأمان، حكينا عنه، بتنعم بالرفاهية برضو حكينا عنها والبيئة الاستثمارية. الآن بدي رسالة شكر من صن سينرجي ومن الأستاذ محمد كسي او للشركة لشيوخ وحكام دولة الإمارات. تفضل. أكيد الشكر لله عز وجل بداية، وأكيد للناس اللي أتاحوا هذه البيئة ومن ضمنها حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. اللي بنشكرهم شكر الجزيل على هذه البيئة اللي أتاحوها لنا. نعم. كمستثمرين وكمطورين للأعمال في قطاع الطاقة المتجددة وفي قطاعات الريادية للاستثمار، وأكيد إن شاء الله بتكون الشكر متواصل بالقدرة اللي بنستطيع عليها طبعا إن شاء الله بساعتنا والوقت اللي بيسمح لنا رب العالمين بهالعمر، إنه يكون كمان شكر متواصل بإنجاز أعمال ريادية لنعطي يعني من الحد الأدنى اللي إحنا استفدناه في كعائلة وكشخص يعني وصاحب لهذه الشركة، انه نعطي شيء للامارات ولا من خبرة شيوخ الامارات بالضبط اللي قدموا لنا هذه البيئه واتحوا لنا المجال نعمل نشتغل بهذا البلد الامن، اللي بنشكر الله عز وجل دائما وابدا على هاي النعمه وهذا الفضل اللي اتاحوا لنا ليسخر ناس بهذه المواصفات تساعد الشعوب العربيه بشكل عام. صحيح. وحتى الشعوب الاجنبيه للمعلومه. نعم. لانه الامارات هي صدر واسع لكل العالم، انت بتتفاجئ انه هون تلاقي الاجنبي والعربي والافريقي وكل الدول موجودين بهذا البلد وعايشين عيشه كريمه. صحيح. وعيشه يعني جدا فيها حافز للتطور وللاستمرار ولخلق نموذج للعالم من هذا البلد. شكر جزيل لهم اكيد. صحيح. أكيد نعجز عن شكرهم بالكلمات، بس الواحد على قدر ما بيقدر يعبر بكلمات بسيطة طبعاً. ما شاء الله، هي سبحان الله رسالة شكر نابعة من القلب. صحيح. إلى القلب. صحيح. يعني هي قمة بالعطاء صدقاً. بالصبت. يعني قمة بالعطاء وقمة بالكرم. صحيح. من المرحوم شيخ زايد رحمة الله عليه طبعاً شيوخنا الحاليين، إنه ناس جداً نموذج للعالم في القيادة. صحيح. وبالريادة،
وان شاء الله انه يتم هذا النعم عليه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا من قناتنا الساميه بنتشكر شيوخ حكام دوله الامارات، بنتشكرك ايضا استاذ محمد لاستقبالك الرائع لنا في المكتب الخاص بحضرتكم. الان قبل نهايه البرنامج بحب اخذ منك موقع الشركه وين احنا موجودين والمواقع التواصل. طبعا هو اسهل شيء لنوصل لشركه سانس انرجي، بتعرف الايام هذه كلها على الاي كوميرس وعلى الويب سايت هي sansenergy.com، بس تطبع الكلمه زي ما هي sunsynergy زي ما مكتوبه يمكن، او راح تعرضوها بعدين على الشاشه تحت. هي موجوده باسفل الشاشه بالضبط. حاليا هو موقع المكتب وموقع المكان اللي انا بعمل فيه ذاتيا زي ما شرحت قبل، هو موقع بيتي في مردف. وطبعا للتواصل مع الشركة أو للاستفسار أو أي معلومة الإيميلز احنا حاضرين طبعا، الإيميل أكيد موجود، والتلفونات التواصل بكل بلد موجودة، ويعني أكيد مع وجودكم بالطريقة اللي قدمتوا فيها نفسكم إن شاء الله أنها تكون منفعة للجميع بإذن الله عز وجل، إن شاء الله ويكون خدمة للناس، لأن بالنهاية خدمة الناس هي الأساس في هذا الموضوع أكثر من المنح الاقتصادي. المنح الاقتصادي بيجي يعني بالنسبة لنا على الأقل توجهنا والشغف اللي عندنا هو لمساعدة الناس بالدرجة الأولى على قدر المستطاع. طبعا شاكرين لك أستاذ محمد على كلامك الرائع. طبعا مشاهدينا الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع الويب سايت لشركة سانس إنرجي. شكرا مرة أخرى لوقتك الثمين. لو سهلا فيك شرفتك. الله يزيدك شرف. سهلا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.